ديالك بطبيعه الحال. وكما شار انه هذا التظاهر عنده واحد التاثير ايجابي على المنطقه اقتصاديا ايضا رياضيا وايضا بالنسبه للفرد. هذا هو الشيء الاساسي في تكوين في الافراد في تحقيق الذات ديال كل فرد فرد خصوصا بالنسبه للعناصر الشابه. اذا شكرا شكرا لكم. ونلقاو مع عبد القادر معزيز. كنظن سي عبد القادر انه شاهدنا اليوم سباق من حجم كبير، سباق جيد واللي كيعطي واحد الصوره على المنطقه الشرقيه على منطقه بركان، وكنظن انه مستقبلا ما غاديش غتكون الفرصه انه تنظم تظاهرات من حجم اكبر. انت اللي كنتي عضو ديال اللجنه التنظيميه ديال هذا السباق، انت كبطل عالمي سابق. من طبيعة الحال الحمد لله كنشكر يعني السلطات المحلية، كنشكر المجتمع المدني على 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 كل ما قام به، لأنه لقينا المطاف كله الحمد لله وكله يعني الناس واقفة كتشجع العدائين بواحد يعني بواحد الاحترافية، كلهم واقفين الحمد لله كان جد متميزين الناس الجمهور ديال مدينة بركان، إضافة إلى الإخوان اللي هما كلهم يعني ديجيج ديال مدينة بركان وهما كانوا قاموا بالواجب ديالهم كما يرام. لي ريبيتايمو كان في مستوى عالي، المطاف في مستوى عالي، كانت كل الظروف ملائمة، فكنشكر الجميع والحمد لله عرفنا النجاح كان كمل بتحقيق رقم قياسي جديد لمدينة بركان. وكما قلت قبل فإذا كان هشام قروج يعني كان كيفرحنا وكان دائما متواجد يعني في الذاكرة ديالنا، ف هشام كرئيس اللجنه المنظمه ديال هذا السباق فهو خص كل يتعاون معاه وكل شيء يكمل يعني الرغبات ديالو باش ان شاء الله مستقبلا يبدا يتنظموا سباقات كاع في المنطقه الشرقيه ويبقى هشام القروج يعني مذكور يعني عند كل المغاربه بالتنظيم ديالو المحكم لهذه السباقات وبالتشجيع ديالو الرياضه عن الصعيد الوطني. لان فكرنا بعد ما يعني جمعنا بزاف المرات ماشي غير بركان ولا المنطقه الشرقيه اللي غادي ننظموا فيها، ولكن عندنا برنامج اللي غادي يكون مستقبلا اللي غادي ننظموا كاع في جميع انحاء المغرب. لان بحال هشام فبطبيعه الحال التواجد ديالو معنا وحنا كذلك فغادي يكون عندنا واحد الدفعه قويه باش تكون عندنا القدره على تنظيم سباقات في مستوى عالي. وشاهدنا قبل قليل حسن العباسي قبل ان نمر بعد قليل لحفل تسليم الجوائز في هذه التظاهره الكبرى. اذا حسن العباسي من البحرين الذي حقق رقم ساعه 28 دقيقه وحطم